للإشارة، فالهدى المغربية تأسست في الثمانينيات من القرن الماضي، لها حضور دولي ووطني وازن، لها إصدارات عديدة نذكر منها ألبوم من الأعماق وألبوم من يفتديها صحبة المنشد الكبير ضيف هذه الليلة المنشد الدكتور أبو راتب، ولها إصدارات عديدة وآخرها سهرة روحية. أما الآن نترككم مع جو الكلمة الهادفة والرسالة الهادفة مع مجموعة الهدى المغربية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قطفت من بساتين الخلد طوق ياسمين، أهديه لأحبة سكنوا فردوس اليقين، وكتبت بمداد عبراتي على صفحة خد الحنين كلمات الصدق، أفشي بها سري وأشواق السنين، وغنيت مع هذيل الحمام أغنية الإخلاص وما أكاد أبين. فتختلط عندي الكلمات شوق حب بكاء أنين، أبكي على أيامي التي خلت كيف أحسبها من عمري، وما كحلت العين بطلعتكم ولا شربت الماء، ولا شربت الماء من جداولكم، ولا سحت نشوان في جنتكم. أعدكم أني سأحيا على حبكم ما بقيت، ولودكم وحسن ضيافتكم حافظ ما حييت. Thank you.